مفيش أي دولة في العالم عاشت اللي عاشته مصر في العشر سنين الأخيرة، ولا عاشت صراعات مع قوى وتنظيمات ومؤامرات مش بتهدى، وحرب على الإرهاب ومعركة بناء شامل، وأزمات اقتصادية خارجة عن الإرادة ونفخت فيها تنظيمات معادية، وده غير الضغوط على الحدود والصراع الدامي حوالينا من كل الاتجاهات. إزاي مصر خدت مناعة من الأزمات، وإزاي الرئيس السيسي بيقود البلد في الظروف الخطيرة دي من كل ناحية؟ بانكير، نبض البنوك. من ساعة ما ألقى المشير عبد الفتاح السيسي بيان الشعب في 3 يوليو 2013 بوضع حد لسنة كبيسة كانت هتعم فيها فوضى وظروف هددت الأمن القومي المصري في الصميم، وهو في حالة صراع دائم مع أعداء مصر واللي فخخوا الشوارع وفجروا الأقسام في هجمة إرهابية غير مسبوقة في كل أنحاء مصر. لكن كان اللي بيحصل في سيناء ليه وضع خاص، وكان الهدف عزلها عن مصر وإعلانها ولاية لتنظيم الدولة المتحالف مع الإخوان وأطراف تانية إقليمية. الرئيس السيسي عارف بحكم عقليته المخابراتية وإحساسه الطبيعي بالخطر إن سيناء هي الهدف من اللي بيحصل ده كله، وساعتها خد القرار بالتدخل بالقوة الغاشمة وبكل عنف، ومهموش اتفاقيات سلام بتحدد عدد القوات، وأمر بتعزيز قوات الجيش بالأسلحة في سيناء. والأول مرة عبرت أعداد غفيرة من القوات المسلحة بمعداتها لسيناء وإلى آخر الحدود، والأول مرة من ساعة حرب 73 الطيران الحرب المصري بيحلق فوق حدودنا مع الكيان المحتل، وبعد سنين ومعارك من بيت لبيت ومزرعة لمزرعة ومن شارع لشارع نجحت قواتنا المسلحة في تطهير أرض الفيروز من غير ما يترفع علم غريب على أي بناية في سيناء، واستقرت الأوضاع. بعد قرار الشعب للمشير السيسي بالترشح للرئاسة وفوزه، بدأت معركة تانية بخلاف الحرب على الإرهاب، وهي معركة التنمية واستنهاض عزيمة المصريين وبناء دولة حقيقية على أنقاض شبه دولة كانت على وشك الانهيار والإفلاس. وبدأت مصر تعرف المشروعات العملاقة، وكانت البداية من قناة السويس الجديدة، وهو المشروع اللي المصريين التفوا حوله ودفعوا تمويله من فلوسهم في أيام معدودة رغم حملات التشويه، وبعدها مشروع البنية التحتية في الكهرباء، وبقت مصر بتصدر الكهرباء بعد ما كانت عايشة في الظلام، وبعدها كانت العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها آلاف المشروعات اللي غيرت شكل مصر ونشفتها بعينها في كل شبر. الرئيس لجأ للقوات المسلحة والهيئة الهندسية التابعة ليها علشان تنفذ وتشرف على أغلب المشروعات، لأن مصر ما كانش عندها رفاهية الوقت، ولأن شركات الجيش منضبطة وملتزمة بالجداول الزمنية وقادرة على تنفيذ أي مشروع في أي وقت ومواصفات عالمية، ومعها شركات الحكومة والقطاع الخاص. وكانت النتيجة إن التنمية بدأت تؤتي ثمارها، وحققت مصر أعلى معدلات نمو في العالم، والبلد كانت بتجري، والرئيس متابع كل تفصيلة وكل مشروع وحافظ كل رقم، ودي كانت سياسته في متابعة عملية التنمية الشامل. والبلد كانت بتجري والرئيس متابع كل تفصيلة وكل مشروع وحافظ كل رقم ودي كانت سياسته في متابعة عملية التنمية الشاملة، وأطلق بذكاء شديد مشروع حياة كريمة، المشروع الأعظم في تاريخ مصر، لأنه الأول مرة الكفور والنجوع والكرة بيتنفذ فيها مخطط شامل للتنمية بعد ما فضلت سنين طويلة مهملة على حساب المدن والقاهرة، وقدر المشروع يغير حياة 60 مليون مواطن. الرئيس اعتمد في سياسته على الحلول الصعبة، وكان بيرفض المسكنات وأنصاف الحلول، وكان حازم في كل شيء بيأثر على مسار التنمية، لحد ما جت كورونا وبعدها الحرب الروسية، وقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يعدي بالبلد لبر الأمان وبأقل الخسائر، والبلد خدت مناعة من أي أزمات تانية بفضل قوتها المالية ومردود المشروعات اللي نفذها الرئيس السيسي على مدار سنين معدودة. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.